يقول البعض أن الثورة المصرية ماتت، أخبر الطلاب بذلك. كان ذلك عنوان لمقالة كتبتها لوران دين في إشارة منها إلى مشهد الحراك الطلابي المتبقي من الثورة. حالة نضال طلابية ما زالت تقاوم برغم كل ما يعترضها، غير أنها في السياق ذاته كغيرها تمر بفترات من الوهن سرعان ما تتلاشى إذا ما وجدت حدث أو أحداث تولد فيها الصراع من جديد. أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس المخلوع ورموز نظامه، والتي كانت سببا في خلق شعور بالاستياء والغضب العارم طال الصفوف عريضة من القطاع الطلابي، كان من أبرز مشاهدها تصدر هتاف المطالب بسقوط النظام مرة أخرى. صحوة في حركة الطلاب لازم نقف عندها شوية ونحلل المشهد. صح، كان في تظاهرات الفترة اللي فاتت من جماعة الإخوان المسلمين، ومن ناحية تانية تظاهرات للقوى المدنية، بس عمر ما وصل الحراك للمشهد اللي احنا شفناه السنة دي أو السنة اللي فاتت. لو قارنا اللي حصل كرد فعل للمحاكمة، شفناش احنا المنظر ده خالص، أعتقد من عشرات السنين كمان أو من وقت الثورة ومن أحداث محمد محمود وكده. شفنا آلاف من الطلبة في أغلب الجامعات المصرية، شفنا بجامعات خاصة طلبة بتتظاهر، شفنا احتكاك واضح وصريح مع النظام الحالي من قبل مجموعة من الطلبة والعديد من الطلبة اللي ما بيحتكوش بالعمل السياسي، بقوا يطلعوا بيأكدوا في هتافاتهم إن النظام الحالي هو نظام حسني مبارك. طيب، وابتداء محاكمة مبارك أو البراءة اللي حصل عليها مبارك وأعوانه والمساعدين بتوعه حبيب الدعم وحبيب العدلي، هي كانت تأثيرها على الحركة الطلابية أو تأثيرها على جموع الطلاب كان هو نفس التأثير بتاعها على مختلف القطاعات في الشعب المصري؟ يمكن التأثير بتاعها على الحركة الطلابية كان أظهر وكان أوضح وكان تأثيره واضح، والحركة المعارض ليه اللي نتج كان واضح، ده نتج بقى للعوامل الداخلية في الحركة الطلابية نفسها واختلافها عن باقي القطاعات. احنا قدرنا خلال اليوم اللي هو يوم السبت اللي صدر فيه حكم البراءة بتاع مبارك واعوانه، قدرنا نحضر ونجهز لحوالي 14 او 15 فعالية في حوالي 12 جامعة في خلال اقل من 24 ساعة. كان محور اهتمام لشباب الثورة في العموم، الشباب القوى السياسية، فالكل نزل تاني يهتف ثورة 25، فده سبب حراك عام حجمه كان ضخم جدا، واظن الناس كلها تابعته وشافته. 25 واضح جدا انها هتعيد نفسها تاني، واضح ان في امكانيات، وفي حتى يعني الطلبه كانوا نوعا ما مؤيدين لسيسي، كانوا نازلين في نفس المسيرات. فلا، كان الحراك الطلابي له دور ضخم جدا، او له كان بيمثل وقود دافع كبير للثوره، وبالتالي القضيه دي زي ما بتمس المجتمع المصري كله، زي ما بتمس كل بيت في مصر، وزي ما كان حسني مبارك عليه طار في كل بيت في مصر، زي ما بنقول الطلبه جزء من المجتمع، وطبعا اتاثروا بالحكم وبحكم البراءه اللي حصل، وقدر يخلق غضب عندهم واسع، فبالتالي شفنا الحركه الواسعه اللي حصلت تاني يوم 29 نوفمبر بحكم البراءه على المبارك. هل في افق ان هو الحاله تستمر او ان هو يتم تنظيمها وتوجيهها؟ اعتقد ان هو ده موجود حاليا. احنا في جامعه الفيوم هم كانوا عاملين ايفنت اسمه كفاره يا ريس، الايفنت بداوا يتبنوه بشكل على المدى البعيد، وبداوا ان هو يبقى فيه كفاره يا ريس جزء ثاني، كفاره يا ريس جزء ثالث، وبداوا ان هم يرتبوا ورقهم صح، وما يبقاش ما تبقاش الفعاليه اللي هي خرجت بشكل مندفع او بشكل اللي هو تعبير عن غضب او تنفيس عن غضب. فاتفاجئنا بصراحه باكبر مسيره حصلت في تاريخ جامعه القاهره من سنين. لا، في حراك طلابي، احنا نفسنا يعني كنا مش متوقعين الحجم ده،
هل هو هينتهي بالشكل ده؟ لا، انا اعتقدش خالص، ومش في رؤيتنا خالص ان هو هيتم بالشكل ده. في ناس دلوقتي ابتدت الكيانات تتكلم مع بعضها انها ازاي تحافظ على الحراك الطلابي ده وتوجهه في مساره الصحيح اللي هو ثورة 25 تاني. مستمر، الفعاليات مستمرة، الدعوات للفعاليات مستمرة، هنكمل فيها ومش هنوقف الحراك. اعتقد ان الحالة دي هتستمر، ما اقدرش احدد المدة، بس احنا في عملية طلب. انا شايف انها حالة لحظية، استمرارها ممكن ما يكونش بهذا الشكل. يعني الاحسن انه الغضب اللي خلقته حالة الحكم بالبراءة على مبارك يتوظف في اتجاهات صحيحة، يتوظف في خلق ظهير طلابي مرة تانية للقضايا الطلابية، القضايا الأكاديمية أو القضايا التعليمية أو القضايا السياسية برضو. إنما هل هيستمر بشكل تظاهرات، هل هيستمر بشكل احتياجات واسعة في الجامعات؟ فلا، ده مش شايفه هيحصل في الأيام اللي جاية. هي موجة، كانت موجة قوية جدا، موجة واسعة في كل في معظم جامعات الجمهورية، أكتر من 15-20 جامعة، ولكن لو عايزين يستمر هي لازم تستمر طبعا، ولكن مش بنفس الشكل، مش شرط تستمر بنفس الشكل. ممكن الكلام ده والغضب ده والحافز اللي اتخلق عند الناس ده يتوظف بحيث انه نخلق من جديد ظهير طلابي للثورة، نخلق من جديد حركة واسعة حوالين الثورة تقدر في الايام اللي جاية او على المدى المتوسط او البعيد تكون جزء من المشاركة الجماهيرية في موجة جديدة. بالنظر إلى قوى الحراك الطلابي الموجودة في باحة الجامعة، يمكننا رصد الضربات التي تسجلها كل جبهة لصالحها، حيث يرى البعض أنهم ما زالوا لم يجدوا السبيل لتجاوز محطات الاختلاف الأيديولوجي والاتفاق حول أجندة موحدة تتبلور فيها المطالب. اجتماعات في بشكل دوري قبل المحاكمة هو كان موجود، فبعد المحاكمة هو اجتماعاته مستمرة، تكتيكاته هتظهر قريب جدا في ضم استيعاب الحركة الطلابية وتوجيهها في مسارها ومسار الثورة. فده بالنسبة لنا احنا اساسا مجتمعين، احنا مش لسه هنجتمع على مطالب مبارك، احنا كنا متوقعين البراءة من الاول، يعني نوعا ما عندنا خطة جاهزة ان احنا هنتحرك فيها في المدى القريب. في تقديري الثورة مش هتنجح باتحاد القوى الثورية زي ما بعض الناس مقتنعة أو بتصور، أو مش عايز أقول القوى الثورية، كل المهتمين بالسياسة حتى لو اتحدوا مش معنى كده إن الثورة هتنجح. الثورة هتنجح بخروج الجماهير. أعتقد إن القوى الثورية أو القوى اللي شاركت في الثورة كلها على بعض لا عددهم ما يجوش 5-6% من عموم الناس اللي نزلت جمعة الغضب، 18 مليون وفقا للاحصائيات اللي الناس بيهم جمعه الغضب. فالفكره مش في اتحاد الناس دي على قد ما الفكره في الجماهير ان هي تخرج عن صمتها وتتنقل من مربع السكون لمربع الحركه. فالفكره انا ما عنديش مشكله او الحركه ما عندهاش مشكله في التنسيق مع اي فصيل او كيان ما بيعاديش الجماهير. خلينا نقول في الاول انه مش غلط ان يكون في اختلاف. في النهايه لو في طلبه بتمارس نشاط سياسي جوه الجامعات فكل منهم بينتمي لمدرسه ايديولوجيه مختلفه، وبالتالي مش حاجه عيب اطلاقا ان يكون في اختلاف. ولكن احنا دلوقتي فين؟ ده السؤال. احنا دلوقتي رجعنا ورا كتير، الثوره المضاده قدرت ترجعنا ورا كتير قوي بحيث انه يكون في اتفاق تام على ارضيه يناير وعلى مطالب ارضيه يناير اللي اتسرقت كلها او اللي معظمها خلاص ما بقاش موجود من قوانين تظاهر وسيطرة ورجوع سيطرة تاني على اتحاد الطلبة او الامل في سيطرة اتحاد الطلبة تاني من جانب الدولة والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. وبالتالي احنا رجعنا ورا قوي على ارضية يناير، وبالتالي خلاص يعني ما بقاش في اي فرصة غير انه كل الكيانات تتفق، وده اللي حصل فعلا. ده اللي حصل في شكل ائتلاف طلاب مصر، ده اللي حصل في شكل الحراك اللي حصل في اليومين اللي فاتوا بعد حكم براءة مبارك. الناس كلها كانت منسقة مع بعضيها عشان تقدر تخرج باكبر حراك ممكن. كان في استعداد من جموع الحركات والكيانات الطلابية الموجودة ان هي تتجاوز عن خلافاتها وان هي تتجاوز القضايا الخلافية الموجودة بينها وتقدر ان هي تتوحد على مطلب كلنا كنا متفقين عليه اللي هو رفض احكام البراءات اللي نالها مبارك واعوانه والمساعدين بتوعه والمطالبة بالحرية للطلاب المعتقلين. ويبقى السؤال،
هل ستستطيع الكيانات الفاعلة أن تحطم تابوهات النزاع وتسقط شعاراتها الفئوية وتعمل تحت مظلة الثورة التي وحدت جميع الأطياف في يناير قبل زمن ليس ببعيد؟